أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذه الليلة يا لها من ليلة، ليلة النصف من شعبان، ليلة الاطلاع الخاص، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، فأصلح ما بينك وبين ربك وما بينك وما بين خلقه، تسعد بقربه وتربح عفوه، فلا تفوت فقد لا تعد. فرصة يا جماعة، فرصة ان احنا نصلح العلاقة مع الله، فيغفر لجميع خلق إلا لمشرك في علاقة سيئة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، حلف بغير الله تفسد العلاقة بينك وبين ربنا، تعليق تميمة تفسد العلاقة بينك وبين ربنا، اتيان الكهان والدجاجلة والصحراء يفسد العلاقة بينك وبين ربنا، الحلف بغير الله يفسد العلاقة بينك وبين ربنا، أهل الرياء أول من تصعر بهم النار، المراؤون تفسد العلاقة بينك وبين ربنا، من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. عايزين نظبط كل العلاقات دي الآن. كذلك العلاقة بينك وبين خلق الله، أي مشاحن، أنت لك حق، أنت الحق عليك. الموضوع كلام، الموضوع ماديات، الموضوع العيال، الموضوع مشاجرة قديمة، الموضوع متوارثينه عن الآباء والأجداد. أي والله، حتى الخصومات صارت تورث وصارت تكتب في الوصايا إن فلان قطع بينه وبينه اليوم الدين، وفلان لا يأتيني ولا آتي، وقد يكون رحم. ففرصة يا جماعة، يطلع الله على جميع خلقه فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاحن. عايزين كده نبرأ الذمة خصوصا في الأوقات المهمة، ونصلح العلاقة مع الله ومع خلقه، فنبقى في أشد الحرص على سلامة الصدر وحسن العلاقة. ممكن يا جماعة، وخصوصا يعني إحنا، أنا أتكلم عن نفسي، وأنت تعظ وأنت تدعو، قد يأتي في نفس البعض شيء، أو يعني الواحد يعني يخطأ في شيء، أو يطول لسانه في شيء، فإحنا عايزين نخلي العلاقة صافية نقية مع الجميع، مع من نعرف ومن لا نعرف، في جميع الأوقات، في ليل أو نهار. التقصير لا يخلو منه إنسان يا جماعة، العصمة ماتت بموت النبي، اللهم صل وسلم على النبي. فكل بني آدم خطاء، ولكن يعني أنا أعتذر من كلمة، من تصرف، من سلوك، من فعل، من حال، سواء يعني بقصد أو بدون قصد، نعتذر من كل زلل، من كل تفريط، من كل خطأ، من كل إفراط، من كل نقص، من كل زيادة لا تحل، من كل سهو، أي شيء يعكر العلاقة بيننا وبين ربنا أو بيننا وبين خلق الله، نبرأ إلى الله، نتوب إلى الله، نعتذر إلى الله، نستغفر الله، نتوب إليه سبحانه، من كل قول نطق به اللسان أو تحرك به البنان أو انطوى عليه الجنان أو إحساس ألم بالوجدان أو تصرف عام أو خاص، سواء في نفسي، في أهلي، مع إخواني، مع جميع المسلمين، نسعى في مرضات الله. أي حاجة تبوظ العلاقة، تفسد العلاقة، نستغفر الله منها، نستغفر الله من تقصير في حق واجب، نستغفر الله من خطأ أو تصرف أو خشونة أو إغلاظ، نعتذر ونعترف، نعترف بالخطأ ونعتذر عنه ونتوب إلى الله
ونشهد الله في نفس الوقت أننا عفونا عن جميع المسلمين في جميع الحقوق، في كل ما لنا، في كل ما يحبه الله ويرضاه، إلا من اتبع سبيل الشيطان أو أعان على المسلمين. يعني وإحنا نقول يعني نعتذر ونبأ إلى الله من كل خطأ، ونسأل الله تبارك وتعالى العفو والمسامحة، سواء في عمد أو جهل، في هزل أو جد، فنرجو الله أن نوفق جميعا للعفو والصفح. أما وخصوصا من أساء في شخصنا، أما في دعوتنا فلا أجعله في حل، وأنا خصيمه في الدنيا والآخرة. كل من عطل على الدعوة، كل من عطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل من عطل الدروس والمحاضرات، كل من حارب أو خذل أو أعان أهل الغي على الفساد أو الإفساد أو البدع والخرافات والمنكرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسامح في حق نفسه، ولكن كان يغضب إذا انتهكت محارم الله. فاللي لنا نقول كما قال أحد الستة الذين لم يجدوا ما يحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، قال أتقرب إلى الله بعرضي، أجعل الجميع في حل ومسامحة. أما فيما يحق أو فيما يخص الدين والدعوة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي كل عاصي، وأن يود كل ضال، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يجعل ما نقوله في موازين الحسنات ورفعة للدرجات، وأن يرزقنا الأمن بإيمان، وأن يرزقنا السلامة بإسلام، وأن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وبلاد الحرمين وجميع بلاد المسلمين، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبعد عنا الغلاء والوباء، هو لي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.